السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. انا عمرو اشرف. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن الديسكشن بتاع درس هاردي كروس. كنت بس حابب في الاول كده نتكلم في 10 دقايق سريعا كده عن الحاجات اللي احنا خدناها في الفلويد ميكانيكس والهيدروليكس، او ايه الباث اصلا اللي احنا ماشيين فيه في المواد دي. طيب، احنا كنا في الفلويد ميكانيكس في الاول خالص بدأنا نتكلم عن الجزء الاولاني، حاجة اسمها الفلويد استاتيكس، او بدأنا ندرس الفلويد في حالة السكون. وبعد كده بدأنا ان احنا ناخد حاجة اسمها الفلويد داينامكس، وبدأنا ان احنا ناخد لوز ليها او ناخد شوية قوانين ليها. فكان عندنا في 3 قوانين للفلويد داينامكس. اول قانون فيهم حاجة اسمها الكونزرفيشن اوف ماس، او الكونتينيوتي ايكويشن. كان بيقول ايه القانون ده؟ كان بيقول لو انا عندي فيه بايب، البايب دي ماشي جواها ميه، فالماس بتاع البايب عند سكشن واحد مثلا هيبقى هو نفس الماس اللي عند سكشن 2. ليه الكلام ده؟ لان انا ما حصلش عندي اي تفريعه في النص هنا، فمعنى كده ان الماس اللي ماشي هنا هو نفس الماس اللي ماشي هنا. وطلعنا من الكلام ده بمعادله ان الاريا 1 في الفي 1 بيساوي الاريا 2 في الفي 2، والكلام ده بيساوي حاجة اسمها الديتشارج، اللي هي احنا كنا بنقيسها في المعمل لو فاكرين، يعني كنا بنجمع فوليوم على تايم لو فاكرين في الفوليومتريك بنش اللي موجود في المعمل. تاني قانون اتكلمنا عنه حاجة اسمها الكونزرفيشن اوف انرجي، او اللي احنا بنسميه يعني برنولي ايكويشن. كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيقول لي ان الفلويد عند اي بوينت جوه البايب عندها 3 انواع من الطاقات، حاجة اسمها البوزيشن هيد او الزد، وحاجة اسمها الفيلوستي هيد او في سكوير على 2 جي، وحاجة تالتة اسمها البريشر هيد او البي على جاما. وحتى احنا كنا مسمين يعني البي على جاما والزد حاجة اسمها الستاتيك هيد، والفي سكوير على 2 جي كان الكومبوننت اللي ليه علاقة شوية بالديناميك هيد. طيب، كنا بنقول يعني بقى ان احنا عندنا الطاقة عند نقطة واحد. طبعا لو عندنا السريان بتاع المية من نقطة واحد لنقطة اتنين، فكنا بنقول ان الطاقة عند نقطة واحد ناقص شوية اللوسز اللي هتحصل من نقطة واحد لاتنين بيساوي الطاقة عند نقطة اتنين. وكنا لو فرضنا يعني ان احنا عندنا حاجة اسمها ايديال فلو، يعني ما عنديش اي فقد في الطاقة ما بين نقطة واحد لنقطة اتنين، وده بيبقى فرض مقبول قوي لو انا عندي اللينس اوف بايب، يعني اللينس من النقطة دي للنقطة دي صغير، فالمية ما لحقتش قوي ان هي تفقد طاقة كبيرة، او ما حصليش مثلا sudden enlargement او sudden contraction فجأة. فكنا حتى في معظم مسائل برنولي كنا بناخد تقريبا يعني ال HL دي بزيرو، او كان الدكتور في المسألة بيقول لنا ال HL بيساوي رقم معين، او كان بيقول لنا ال HL بيساوي حاجة function مثلا في ال velocity head. فاحنا كنا في الدرس ده مش قادرين لسه ان احنا نحسب ال HL دي بكام. بعد كده دخلنا في حاجة اسمها الكونزرفيشن اوف مومنتوم، اللي هو تالت قانون عندنا في الداينامكس. انا بقول الكلام ده قوي ليه؟ لان احنا ما عندناش اصلا الا ال3 قوانين دول في الفلويد داينامكس، فاحنا اي مسألة هنحلها بال3 قوانين دول. فاحنا اي مسألة في الفلويد داينامكس المفروض نفكر هنحلها بأني قانون من الثلاثة دول. فالكونزرفيشن اوف مومنتوم اتكلمنا فيه ان هو عبارة اصلا عن النيوتن سكند لو، ان سيجما الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. بس لو شلنا الاكسلريشن وعوضنا عنها بدلتا في على تي، دلتا الفيلوستي على التايم، وادينا التايم الناحية التانية، فوصلنا المعادلة كده ان حاجة اسمها اللينير امبلس بيساوي التشينج ان مومنتوم. طب ده كان عبارة عن ايه؟ ده كان عبارة ان انا لو عندي جسم معين زي مثلا عربية انا سايقها، والعربية دي انا عايز اقلل سرعتها من V2 لV1، دلتا V بتاعتها من V2 لV1، فانا عشان اغير السرعة مقدارا او اتجاها لازم ان انا اثر بفورس عكس اتجاه العربية دي، اللي هي عبارة عن الفرامل، يعني عشان اغير السرعة دي من V2 لV1. كنا اتكلمنا يعني ان انا عندي في حالتين او حلين للحوار ده. يعني اول حل ان انا ادوس بفورس كبيرة، ادوس على الفرامل بفورس كبير قوي بس في تايم قليل، او تاني حاجة ان انا ادوس بفورس قليل قوي في تايم كبير. طلعنا من الكلام ده في الاخر خالص ان احنا عندنا سيجما الفورسز في اي اتجاه في الفلويد، ومهم قوي في اي اتجاه، بيساوي رو كيو في في فاينل ناقص في انيشيال.
غالبا غالبا يعني موضوع الكونزرفيشن اوف مومنتم ده هنسمعه تاني في حاجه اسمها الهيدروليك جامب لسه في هيدروليكس 2. فاحنا ملي قوي يعني مهم عندنا الكونزرفيشن اوف انرجي والكونزرفيشن اوف ماس. طيب بعد كده بدأنا ان احنا نخش في درس اسمه الباي فلو. بدأنا ان احنا شوية في الاول نبدأ ان احنا نعرف ان هنبدأ نصنف الفلو بتاعنا لثلاث حاجات جداد غير الحاجات اللي احنا قبل كده صنفناها. صنفناها طبعا لإيه؟ طبعا لحاجة اسمها رينولد نمبر. طب كان رينولد نمبر ده هو عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن حاجة اسمها الانيرشيا فورس او القوة اللي في اتجاه سرعة الفلويد على حاجة اسمها الفيسكس فورس. الفيسكس فورس دي هي عبارة عن قوة التماسك ما بين الحبيبات نفسها او ما بين قصدي الطبقات بتاعة المية. طيب فكان عندي لو الانيرشيا فورس اعلى شويتين او اعلى من الفيسكس فورس فده معناها يعني ان الانيرشيا فورس دوميننت او ان القوة اللي في اتجاه السرعة اقوى شوية من قوة التماسك ما بين الطبقات بتاعة السائل، فبيحصل لي حاجة اسمها التوربلنت فلو. وده بيحصل اما الريل نمبر يبقى اكبر من 2000. فكل ما يكبر الريل نمبر كل ما المقام أو كل ما البص ده انا اسف يكبر، كل ما الانيرشيا فورس دي تكبر كل ما قوة التماسك ما بين الحبيبات دي تقل. طيب وكان عندي بقى لو الفيسكس فورس اكبر نسبيا من الانيرشيا فورس، فكان عندي لو الريل نمبر ده اقل من 2000 فبيبقى عندي قوة التماسك ما بين الطبقات بتاعة السائل أقوى من الانيرشيا فورس، فشكل الستريم لاينز بتاعتي بيبقى تقريبا يعني متوازي كده. فلو أنا حقنت داي هنا أو حقنت صبغة في بايب ماشي فيها لامينار فلو، فشكل الستريم لاينز أو شكل الصبغة دي هتمشي بشكل مستقيم. لكن لو حقنت صبغة في التوربلنت فلو أو مارينال نمبر يبقى أكبر من 2000 فشكلها هيبقى ويفي يعني أو عامل زي الأمواج. وكان عندي حاجة في النص اسمها الترانزيشن فلو، حاجة يعني في النص ما بين الشكل ده كده والشكل ده، خواصه في النص ما بين اللامينار فلو والتوربلنت فلو. طيب وبدأنا بعد كده بقى ان احنا نحسب اخيرا يعني القيمة اللي احنا ما كناش عارفين نحسبها من الاول، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال HL. طيب قلنا ان ال HL بتساوي حاجة اسمها 32 ميو ال في على جاما دي سكوير. بس الكلام ده ينفع بس لو انا اتكلمت على اللامينر فلو اونلي، وتاني شرط ان انا يبقى عندي الباي بتاعتي هوريزونتال. طيب جالنا بقى دارسي وريحنا كلنا وقال ان في قانون ينفع لللامينر فلو وللتوربلان فلو ان ال HF بيساوي F L V سكوير على 2 G D، او بيساوي يعني 8 F L Q سكوير على باي سكوير G D باور 5، اللي احنا بنقولها يعني 8 فلك تربيع على باي باي جدو الخامس لسهولة الحفظ يعني وكده. طيب كان عندنا بس في علاقة يعني يونيك في اللامينر فلو، ان انا ممكن اعوض عن الاف الفريكشن فاكتور في المعادلة دي ب64 على ريل نمبر، بس الكلام ده برضو اونلي في اللامينر فلو. طيب طبعا كان القانون ده منطقي جدا لان كل ما اللينس بتاع البايب هيزيد فكل ما الاحتكاك مع جدران الماسورة هيزيد فكل ما اللاسز او الفقد في الطاقة هيزيد. نفس الكلام في السرعة، كل ما السرعة هتزيد فكل ما الاحتكاك ده هيزيد. والكلام ده طبعا انفرس مع الدايمتر، لان انا كل ما اكبر الدايمتر كل ما الاحتكاك مع الجدران هيقل، لان انا كل ما اخنق الماسورة كل ما اللوسز او الفقدان في الطاقة نتيجة الفريكشن لوسز هيزيد. طبعا الكلام ده هو المين لوسز بس، ما تكلمش عن السكندري. السكندري يتكلم معاكم فيها كويس قوي باشمهندس عمرو رفاعي. احنا بس بنتكلم عن البين باث او احنا ماشيين فين، ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه في المادة دي. طيب وكنا خدنا حاجة اسمها مودي تشارت، ان احنا نقدر بقيمة الريلود نمبر اللي هي ليها علاقة بخواص السائل والقيمة بتاعة الابسلون على دي اللي ليها علاقة بخواص الماسورة ان انا اعرف قيمة الاف. يبقى معنى كده ان الاف دي معتمدة على حاجتين، حاجة ليها علاقة بخواص السائل نفسه هل هو توربلنت أو لامينر، والحاجة التانية الماسورة نفسها النتوءات فيها أو الإبسلون فيها عاملة ازاي، الرفنس فيها عاملة ازاي. آخر حاجة خالص بقى خدناها إن احنا نبدأ إن احنا نعرف شوية علاقات لو أنا عندي في بايبس إن سيريز أو إن بارلل. فانا كان عندي بايبس ان سيريز. طيب يعني ايه بايبس ان سيريز؟ يعني البايبس دي ماشي فيها نفس كمية المية. طيب فانا عندي هنا مثلا بايب 1 وبايب 2 وبايب 3 بنسميهم بايبس ان سيريز، طالما انا ما عنديش اي تفريعه في المكان ده مثلا او ساحب كيو في المكان ده. فاول فيتشر مهم قوي في البايبس ان سيريز ان انا عندي الكيو 1 بتساوي الكيو 2 بتساوي الكيو 3.
طيب، ولو انا عايز اعرف الفقدان في الطاقة ما بين النقطة دي كده والنقطة دي، فاقول الفقد في الطاقة بيساوي الفقد في الطاقة اللي هيحصل في بايب 1 وبعدين زائد بايب 2 زائد بايب 3. طيب البارل بايبس بقى كان عندي فيها برضو فيتشر مهم قوي، ان انا كان عندي البايبس دي بتبتدي من نقطة وبتنتهي عند نفس النقطة، او بمعنى صح قوي وركزوا معايا قوي في الكلمة دي عشان هتفيدنا قوي في الدرس ده، بتبتدي عند هيد معين وبتنتهي عند قيمة معينة للهيد، يعني الهيد هنا قيمته ب50 مثلا وهيد هنا قيمته ب30، فهي بتبتدي من 50 وبتنتهي عند 30، فهي كده اسمها بارلل بايبس. طيب فكان عندي الفيتشر الاولانيه المهمه فيها ان انا عندي الكيو بتاعتي بتتقسم في الثري بايبس دول، بس بتتقسم ازاي؟ بتتقسم عن طريق حاجه اسمها اللوسز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض ان انا عندي الفقدان في الطاقه ما بين النقطه دي والنقطه دي زي بالظبط الفقدان في الطاقه ما بين النقطه دي والنقطه دي زي بالظبط الفقدان في الطاقه ما بين النقطه دي والنقطه دي. طب ازاي الكلام ده؟ لان انا عندي الانرجي هنا بقيمه واحده بس والانرجي هنا بقيمه واحده بس. تخيل يعني لو كان عندي الماسوره دي بيحصل فيها فقد في الطاقه اقل من الاثنين دول، فايه اللي هيخلي الميه اساسا تخش في الماسوره دي والماسوره دي؟ ما هي هتخش في المسار اللي فيه فقد في الطاقه اقل. فاللي بيحصل بقى ايه؟ ان الميه بتقسم نفسها ككيو، بتقسم نفسها ككيو 1 وكيو 2 وكيو 3 على حسب الفقدان في الطاقه عشان تحقق المعادلتين دول مع بعض. طيب نبدأ بقى في الكلام اللي ليه علاقة بالدرس بتاعنا الجديد. انا بس كنت محتاج ان انا ارجع لكم او ارتب لكم شوية دماغكم احنا جايين نتكلم في ايه اصلا. هنبدأ نتكلم في حاجة اسمها البايب نتورك اناليسيس. ده عبارة عن ايه بقى؟ عبارة ان احنا هنمسك شبكات مية ونبدأ ان احنا نعمل اناليسيس ليها، ان احنا نقدر نعرف الكيو اللي ماشية في كل ماسورة منهم قد ايه. فنبدأ بس الاول ان احنا نتعرف ايه هي اصلا انواع البايب نتوركس. فعندنا اول نوع حاجه اسمها البرانشد او تري نتورك. طيب خلونا نتكلم بس عن الموضوع بكل بساطه. يعني تخيلوا كده معايا ان نقطه واحد دي هي عباره عن سورس الميه اللي هو مثلا يعني نهر النيل، وانا محتاج ان انا اوصل الميه لنقطه 2 و3 و4 و5 و6 و7 اللي هم مثلا عباره عن بيوت، عباره عن مستشفيات، عباره عن اي حاجه تانية. فاسهل طريقه اعملها ايه؟ ان انا اوصل بايب من نقطه واحد لكل بايبس من البايبس دي. تمام كده؟ طيب فاوصل من واحد لاتنين، ومن اتنين هقدر اوصل لتلاتة، ومن تلاتة لستة وهكذا. فمعنى كده ان كل نقطة من دول بيجي لها المية من ماسورة واحدة بس. طيب وهنا بقى هنيجي بقى للمشكلة اللي موجودة في السيستم ده، ان انا مثلا لو حصل عندي قطع في ماسورة رقم تلاتة، فمعنى كده ان المية مش هتوصل لنقطة ستة، فمعنى كده ان المية هتقطع عند منطقة رقم ستة دي. فلو في بيت هنا مثلا المية هتقطع من عنده. فدي هي دي المشكله الكبيره قوي اللي موجوده في البرانشد او التري نتورك، وغالبا غالبا يعني بيستخدم اكتر في ري الاراضي لكن مش بيستخدم قوي في المدن يعني. طيب الميزه فيه طبعا ان هو فيه بايبس قليله قوي عن اللوب نتورك اللي لسه هنتكلم عنها دلوقتي، وان طبعا التكلفه بتاعه البايبس اقل لان احنا بنجيب بايبس اقل. بس طبعا المشكلة الكبيرة زي ما قلنا ان لو حصل قطع في البايب، يعني تخيل معايا ان حصل قطع مثلا في بايب رقم واحد، فمعنى كده ان الشبكة دي كلها مش هيوصل لها مية خلاص. طيب اللوب نتورك بقى بنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ بنبدأ ان احنا نوصل المواسير بحيث ان احنا نعمل شوية مساحات مغلقة عبارة عن مثلثات او مثلا مربعات، ويفضل ان هي كلها تبقى مثلثات، بحيث مثلا يعني نقطة ستة دي لو حصل قطع في ماسورة رقم تلاتة دي، فالمية مش هتجيلها من تلاتة لستة، بس انا عندي اوبشن تاني ان المايه تجيلها من 9 او تجيلها من 10. فانا الحاجه المين اللي انا بحاول اوفرها ان اي نقطه لازم على الاقل في 2 بايبس يوصلوا لها المايه، يعني لازم نقطه 3 يوصلها مايه من بايب 3 وبايب 2، نقطة 7 مثلا وصلها من بايب 6 وبايب 10 وبايب 11، ف3 بايبس اكتر من نقطة 3، بس اهم حاجة ان هو ما يقلش عن 2 بايبس. طبعا الميزة في السيستم ده ان انا لو حصل عندي قطع في ماسورة معينة، فالمية بتيجي من ماسورة تانية. لو حصل مثلا قطع في ماسورة رقم 2 دي، فالمية هتيجي لنقطة 3 من ماسورة 3 لحد ما نعمل اصلاحات في الشبكة. وطبعا العيب اللي باين قوي فيها يعني ان احنا بنستخدم مواسير اكتر بكتير، بس غالبا ده الاسلوب الشائع في الشبكات لو احنا هنعمل شبكة في مدينة مثلا. طيب نبدأ نتكلم عن حاجة اسمها الريليابيليتي، وده تقريبا اول سؤال عندنا في الشيت اللي هو سؤال رقم واحد. ايه هي الريليابيليتي دي؟
الريلابيلتي هي عبارة عن البروبابيلتي، احتمالية ان يوصل للشبكة عندي او يوصل للنوتس عندي. النوتس دي هي عبارة عن نقطة 4 و7 و6 و3، اللي هي النقط يعني اللي فيها مثلا المستشفيات او فيها البيوت. sufficient supply with satisfactory pressure head. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يوصل عند النقط دي الديماند او الكيو اللي انا محتاجها بلس الهيد اللي انا محتاجه. لان انا ممكن يوصل عندي على نقطة مثلا 7 كيو بقيمة معينة، بس ما يوصلش الهيد اللي انا عايزه، فما اقدرش ان انا اضخ المية، او المية ما تقدرش ان هي تطلع للمنسوب اللي انا عايزه. طيب فالريلابيلتي دي او الاعتمادية اعتقد ان هي موجودة اكتر في اللوب نتورك. ليه؟ لان احتمالية ان نقطة 7 يوصل لها الكيو والاتش اللي هي عايزاها اكبر بكتير قوي اكيد من نقطة 7 هنا. ليه؟ لان لو حصل قطع في الماسورة دي، فنقطة 7 هيوصل لها الكيو والاتش اللي هي عايزاها برضو من نقطة 11 او ماسورة 11 و10. لكن لو حصل قطع في ماسورة 6 دي، فاكيد اكيد مش هيوصل لنقطة 7. فغالبا غالبا يعني اللوب نتورك بتبقى ريليابل او اعتمادية يعني اكتر بكتير قوي من التري نتورك. طيب نبدأ نخش على حاجة اسمها البايب نتورك تكنيكس. بس قبليها يعني المفروض ده تاني سؤال في الشيت، او السؤال رقم واحد يعني، رقم بي في سؤال رقم واحد اللي هو تاني سؤال في النظري. قبليها بس عايزين نعرف لو احنا عندنا في سيستم، السيستم ده ايه الايكويشنز اللي بتحكمه. فلو عندنا سيستم بالمنظر ده، اللي هو ابسط سيستم، ان عندي فيه نتورك هي A B C D، عبارة عن مربع يعني او مستطيل. المربع او المستطيل دول داخل لها كيو من بره خالص عند نقطة A، وداخل لها من نقطة D. فواضح ان A و D هما منطقتين بامبس مثلا، او منطقتين بيخشوا لهم المية للشبكة، وبيتسحب مية من C وبيتسحب من B. طيب فانا ايه المعادلات اللي انا اقدر اعملها، او ايه السيستم ايكويشن اللي عندي في الرسمه دي؟ اول حاجه ان انا عندي لاي لوب، اللوب دي انا ببدا ان انا افرض ان اي مساحه مغلقه عندي بفرض جواها حاجه اسمها لوب. اللوب دي بتبقى غالبا يعني في اتجاه عقارب الساعه، لكن لازم تبقى في اتجاه عقارب الساعه في الهاردي كروس ميثود اللي لسه ان شاء الله هنبدا نشرحه. فاول حاجه بنقولها ان سيجمال كيو ان بيساوي سيجمال كيو اوت للشبكه كلها. طيب ده معناها ايه؟ معناها ان سيجمال كيو ان اللي داخله للشبكه، او اللي داخله يعني لللوب، اللي هي كيو اي زائد كيو دي بيساوي كيو سي زائد كيو بي. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل علاقات ما بين كيو اي وكيو دي وكيو بي وكيو سي. طيب تاني حاجه ممكن اقول ان انا الكيو عند اي جانكشن او عند اي نود بيساوي زيرو، او سميشن الكيو يعني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عند الجانكشن دي مثلا انا اقدر اقول ان الكيو اللي داخله لها بيساوي الكيو اللي خارجه منها. يعني كيو دي اللي داخله زائد كيو 4 اللي داخله بيساوي كيو 3 اللي طالعه. طيب باي ذا واي يا شباب، هو احنا ازاي اصلا فرضنا اتجاهات الكيو دي؟ احنا فرضناها في الاول اي حاجه، وبعد كده بنبدا ان احنا نصلح الايرور ده زي ما هنعرف في الهارد كروس ميثود. يعني انا في الاول بفرض بقول ان كيو 1 هتمشي كده وكيو 4 هتمشي كده. بفرض في الاول اقول ان كيو 1 دي ما تمشي، هيطلع منها كيو بي وهينزل منها كيو 2، وكيو 2 دي هتمشي لحد ما توصل لنقطه سي ويطلع منها كيو سي وهيخش لها كيو 3. يبقى انا فرضت اتجاهات مبدئيه للكيو. بس ما علينا، يعني لو قلنا ان دي الاتجاهات الاخيره اللي طلعت في اخر المساله، فاحنا نقدر نقول في الاخر ان summation الكيو عند اي جنكشن بيساوي زيرو. فاحنا كده قدرنا نجيب معادله 2 3، كمان نقدر نجيب 4 5، خمس معادلات كلهم function في الكيو. طيب اخر حاجه خالص نقدر نقولها ان summation اللوسز اراوند اني لوب بيساوي زيرو. ليه؟ لان انا لو لفيت في اي لوب، فانا كاني ببدا من نقطه A اللي هي عندها الطاقه مثلا ب 50، وببدا ان انا اطرح او اجمع يعني اللوسز، وبرجع تاني لنفس النقطه تاني. فكاني بقول 50 زائد الاتش لوسز زائد الاتش لوسز زائد الاتش لوسز زائد الاتش لوسز بيساوي 50. طبعا زائد وزائد وزائد دي على حسب الكيو، يعني مش لازم تبقى الزائد دي في الاخر في المعادله نفس الاشاره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا في اللوب دي عندي اتجاه كيو واحد ماشي مع اتجاه اللوب، تمام كده. فمعنى كده ان انا معوض عن ال اتش ال اي بي، فانا هعوض عنها بكي في كيو 1 سكوير بالبوستيف. ليه كيو 1 بالبوستيف؟ لان هي في نفس اتجاه اللفه بتاعه اللوب.
طيب لو ال HL بي سي، ال HL بي سي برضه ماشيه مع نفس اتجاه اللفه بتاعه اللوب لو خدتوا بالكم، لكن كيو 3 بقى هلاقي ان كيو 3 الاتجاه بتاعها عكس اتجاه حركه اللوب، فمعنى كده اما اعوض بيها بالمعادله دي هعوض عنها بالنيجاتيف. ما علينا من الكلام ده كله، يعني احنا وصلنا في الاخر ان احنا عندنا في كذا معادله في الكيو، وهنا برضو المعادله دي فانكشن في الكيو برضو، لان احنا عندنا ال HL لو فاكرين يعني بيساوي ايه، 8 اف ال كيو سكوير، 8 اف ال كيو سكوير على باي سكوير جي دي باور 5. فاحنا الاف والال والدي كلهم عباره عن حاجات فانكشن في البروبرتيز بتاعه الماسوره، فاحنا ممكن نسمي شويه الرموز دي يعني حاجه اسمها الكي، فنقول ان ال h losses بيساوي ال k في ال q square. تمام كده؟ طيب فمعنى كده ان انا اقدر اشيل كل h losses احط بدلها كي في كيو سكوير. طيب انا عايز اوصل في ايه بس من كل الكلام ده في الاخر؟ ان دي المعادلات المفروض اللي عندي في اي سيستم. طيب فانا اقدر المعادلات دي ان انا اخليها كلها فانكشن في الكيو، فلو خليتها كلها فانكشن في الكيو وبدات ان انا احلها فدي حاجه اسمها الكيو سيستم. طيب هحلها ازاي؟ هبدا ان انا ابدا اعوض او افرض قيم لحد ما اوصل ان كل المعادلات دي متحققه. طيب في حاجه بقى اسمها الدلتا كيو سيستم، اللي هي زي يعني الهاردي كروس ميثود اللي احنا هنستخدمها النهارده، فهنفهمها ان شاء الله في الفيديو ده. طيب في حاجه اسمها الاتش سيستم، طب دي عباره عن ايه؟ عباره ان انا ببدا ان انا امسك كل كيو من دول واعوض عنها بقيمه الاتش. يعني ايه الكلام ده؟ مش انا عارف ان الاتش ال بتساوي الكي في الكيو سكوير، فانا اقدر ان انا اشيل كل كيو واحط بدلها قيمه للاتش ال. يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني انا عارف ان الاتش ال بتساوي الكي في الكيو سكوير، فاقدر اقول ان الكيو بتساوي الاتش ال على الكي، يبقى الكيو بتساوي روت الاتش اف على الكي، فانا اقدر اعوض اشيل كل كيو واحط مكانها حاجه فانكشن في الاتش او فانكشن في الهيد. فممكن احول كل المعادلات دي ان هي تكون بدل كيوهات يعني هيدات، وابدا ان انا اعوض برضو في المعادلات دي عشان ابدا ان انا اوصل ان الهيدز في المعادلات دي كلها يبقى برضو تمام، يعني المعادلات دي كلها تبقى ماشيه صحيحه زي بالظبط ما عملت في الكيو سيستم. الكلام ده يا شباب كله علينا نظري، عشان بس لو حد تاه شويه من الكلام اللي انا قلته، هو كله نظري علينا بس انا بحاول اقول لكم اصله ايه يعني. طيب بعد كده عندنا الدلتا اتش سيستم اللي برضو موجوده في الطرق دي. طيب الطرق بقى الميثودز اوف سوليوشن، الطرق دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن طرق اناليسيز. يعني ايه؟ يعني ببدا ان انا اكتب كل معادلات الكيو عندي اللي موجوده في النتورك، وببدا ان انا اعمل اناليسيز، يعني ابدا ان انا اعمل حاجه اسمها الترايل اند ايرور، ابدا ان انا اجرب قيم الكيو لحد ما احقق كل المعادلات. نفس الكلام في كل الميثودز دي. طيب الهاردي كروس ميثود انا عندي فيها طريقتين، اول طريقه الدلتا كيو سيستم والدلتا اتش سيستم. الدلتا كيو سيستم هي دي اللي علينا او اللي هنحل بيها المسائل اصلا، والدلتا اتش سيستم مش علينا. طيب النيوتن رافسون ميثود هي كومباينيشن من طرق الاناليسيس دي كلها، فمعنى كده ان طرق الاناليسيس دي هي مندرجه تحت الميثودز اوف سوليوشن، هي شويه طرق ترايل اند ايرور بتخدم لي على طرق الحل بتاعت المسائل. طريقه اللينير ابروكسيميشن هي تقريبا يعني هي الطريقه دي، ان احنا ناخد الكيو سيستم او المعادلات بتاعه الكيو كلها ونحول كل المعادلات ان هي تبقى فانكشن في الكيو بس، ونبدا ان احنا نجرب لحد ما المعادلات دي كلها تبقى متحققه. طيب الكلام ده كله زي ما قلنا نظري، والثلاث اسئله دول المفروض اللي عليكم نظري موجودين في الشيت، اللي هم سؤال رقم واحد في الشيت. طيب يبقى احنا كده حلينا اول سؤال في الشيت، اللي هو كان بيقول لنا عايز الديفينيشن بتاع الريليابيليتي، وتاني حاجة عايز البايب نيتوركس تكنيكس اللي احنا قلنا عليهم، اللي اول حاجة اسمها الكيو سيستم اللي هي عبارة عن ان احنا بنكتب السيستم ايكويشنز بس عن طريق ان احنا نخليها كلها فانكشن في الكيو او كلها كيوهات، ونبدأ ان احنا نعوض في الكيوهات دي لحد ما نخلي المعادلات دي كلها valid او كل المعادلات تبقى صحيحة. تاني حاجة الـ H system زي ما اتفقنا ان احنا هنمسك كل كيو ونعوض عنها بـ H، قلنا الكلام ده هنعمله ازاي؟ قلنا ان احنا عندنا في علاقة ان الـ HF بيساوي الـ K في الـ Q square، فنقدر نقول ان الـ Q square بيساوي الـ HF على الـ K، او نقدر نقول تاني يعني ان الـ Q بتساوي root الـ HF على الـ K. طيب هو ال HF دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال losses، يعني مثلا ال HF من بايب A لبايب B هي عبارة عن شوية ال losses اللي بتحصل من أول نقطة A لحد نقطة B. طيب
اللوسز دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الطاقة الكلية اللي هي الاتش الهيد عند ايه ناقص الهيد عند بي. مش احنا كنا بنقول لو هنطبق برنولي ما بين نقطة ايه وبي ان التوتال انرجي عند ايه ناقص اللوسز اللي في الخط ايه بي بيساوي التوتال انرجي عند بي. طيب فمعنى كده ان احنا ممكن نشيل الهيد لوس ونقول ان الهيد لوس ده بيساوي التوتال انرجي او الهيد عند ايه ناقص الهيد عند بي. فمعنى كده ان مثلا يعني لو بنتكلم في Q1 فاحنا نقدر نشيل Q1 اللي هي QAB ونحط مكانها في المعادلة هنا روت HA ماينس HB على الكي بتاعت اللاين AB. نفس الكلام في البي سي، ممكن نشيل الكيو 2 ونحط بدلها روت اتش بي ماينس اتش سي على الكي بي سي. يبقى عندنا كل المعادلات دي هي فانكشن في الهيد بس او الاتش، فنحل المعادلات دي ونجيب الاتش اللي تخلي لي كل المعادلات valid. او عندي الدلتا كيو سيستم اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اللي هي في الهاردي كروس ميثود، او الدلتا اتش سيستم ان احنا نحسب الايرور في الهيدز او نحسب الايرور في الكيو. وزي ما اتفقنا دي طرق الحل نفسها، دي طرق الاناليسز او طرق التحليل ان احنا بنعمل ترايل اند ايرور، لكن طرق الحل هي عبارة ان انا بجمع شوية حاجات من طرق التحليل دي عشان اقدر ان انا اوصل لحل بطرق الحل بتاعتي. طيب نبدأ بقى في الجزء المهم اللي ليه علاقة بحل المسائل نفسها. هنلاقي تقريبا يعني ان كل المسائل بتتكلم في نفس الحاجة تقريبا يعني. فهنبدأ اول حاجة ان احنا نحل مسألة رقم 3 في الشيت. المسائل البروسيدور بتاعها سهل جدا ومش صعب، بس محتاجة منك تركيز قوي، فنحاول ان احنا نركز في الحاجات الصغيرة قوي اللي هنقولها في السكشن عشان ما نغلطش فيها، لان دي من اكتر المسائل اللي الغلط فيها في الامتحان بيبقى قليل جدا. طيب فاول حاجة بيبقى جيفن عندي في المسألة ايه؟ بيبقى مديني في المسألة شكل شبكة زي كده، ومديني شوية كيوهات داخلة للشبكة دي وشوية كيوهات خارجة. بيقول لي using hard cross method، فهو في المسألة قال لي استخدم طريقة hard cross. estimate the flow rate، انا عايز اعرف الـ flow rate اللي ماشي في كل الـ pipes دي بكام تقريبا. بيقول لي ان الـ F الـ friction factor بـ 0.032 في كل الـ pipes، يعني عندنا الـ F given في المسألة. use the indicated flow rates in the attached figure as a first trial. at least two trials must be done to estimate the flow rate in each pipe. طيب هو الدكتور سهل علينا قوي في المسألة دي، ان هو فرض لنا اول فرض في المسألة، يعني اول ترايل قال لنا ان والله المفروض يعني ان الكيو اللي ماشيه في دي اي ما تبقاش جيفن، بس هو قال لنا ان مثلا انا داخل لي في السيستم هنا 0.65 فهي هتتقسم ل 0.25 و 0.4، فاستخدم ده كفيرست ترايل. طيب لو كان الكلام ده مش جيفن، وده مش هيحصل غالبا في الامتحان عشان كلكم توصلوا لنفس النتيجه، فهبدا ان انا افرض التقسيمه دي، يعني هقول ال 0.65 انا هقسمها والله هنا 0.3 وهنا الباقي اللي هو 0.35، وهبدأ ان انا افرض في كل النودز نفس الكلام، بس مع مراعاة ان سيجما الكيو اللي داخلة لأي نود بيساوي سيجما الكيو اللي خارجة. كده كده احنا هنفهم الكلام ده ما نمشي بالخطوات بتاعة المسألة. طيب اول خطوة خالص بعملها في المسألة ان انا ببدأ اقسم الشبكة بتاعتي للوبس. طيب ازاي بقسمها؟ بشوف اي عندي مساحة مغلقة وابدأ ان انا اسميها ان هي لوب. طيب فاول مساحة مغلقة عندنا هي A B E D، فهنسمي دي لوب 1. ومهم قوي بقى الحتة دي، لازم 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 اللوب دي تبقى في اتجاه عقارب الساعة، تبقى كلوك وايز. طيب ليه الكلام ده؟ لان القانون اللي احنا استنتجناه في المحاضرة بتاع الدلتا كيو اللي هي الايرور في الكيو، كان القانون ده مستنتج على اساس كده، فالنيجاتيف اللي في القانون ده مستنتج على اساس ان اللوب بتاعتي في اتجاه عقارب الساعة. يبقى انا اول حاجة عندي في لوب 1 ولوب 2 ولوب 3. يبقى أول خطوة في أي مسألة ببدأ إن أنا أختار اللوبس بتاعتي أو أفرضها وأبدأ إن أنا أكتبها على المسألة. طيب تاني حاجة أتأكد إن اللي داخل الشبكة كلها بيساوي الخارج. يعني إيه الكلام ده بقى؟ طيب أنا شايف إن الشبكة كلها داخل لها من هنا يعني 0.65 صح كده؟ طيب طالع من هنا 0.1 وطالع من هنا 0.25، يبقى كل دول مع بعض 0.35، وطالع من هنا 0.3 يبقى 0.65، فمعنى كده اللي داخل بيساوي اللي خارج.
لو اللي داخل مش بيساوي اللي خارج فغالبا في نود مطلعه ميه او فيها كيو اوت انت مش واخد بالك منها، المفروض في الاول خالص تحسب لها الكيو اوت. طيب بعد كده هبدأ ان انا افرض الكيو في كل فرع، يعني هبدأ اقول والله انا عندي هنا 0.65 داخله، فانا هقسمها لربع و0.4. طب ال0.4 هتمشي، هل نقطه ايه دي هيبقى فيها كيو اوت؟ لا مفيش، فمعنى كده ان ال0.4 دي هتكمل في الخط اي بي. طيب هبدأ اوصل للخط بي سي، فهلاقي ان انا او عند النود بي يعني، فهلاقي ان انا داخل لي 0.4 وطالع 0.25، فاللي فاضل لي ايه 0.15. فهو هنا فرض في المسألة ان داخل النود دي من بايب اي بي 0.05 وخارج هنا 0.2. في الاخر لازم اتأكد ان عند اي نود summation الكيو اللي داخله بيساوي summation الكيو اللي خارجه. بس الدكتور سهل لي في المسألة وفرض لي الكيوهات المبدئية اللي في المسألة. طيب بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ بعد كده بقى هبدأ ان انا احسب الايرور اللي موجودة عندي. ببدأ احل المسألة، ببدأ احل كل لوب لوحدها كأنها مسألة لوحدها خالص، وفي الاخر ببدأ ان انا اصلح او اشوف كل لوب كان فيها ايرور قد ايه، وببدأ ان انا اصلح كل بايبس. وهنشوف الكلام ده ازاي بالظبط. طيب عشان بس نسهل شوية حل المسألة، فاحنا بنحلها في تيبل زي كده. احنا هدفنا في الآخر ان احنا نحسب حاجة اسمها الدلتا كيو. طيب الدلتا كيو دي بتساوي ايه؟ بتساوي نيجاتيف سميشن الكي في الكيو باور ان. الكي دي، الكي دي هي عبارة عن التمانية اف ال على باي سكوير جي دي باور 5. مش احنا قلنا ان الاتش لوسز بتساوي الكي في الكيو سكوير؟ الكي دي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن تمانية اف ال على باي سكوير في جي دي باور 5. فهي كلها تقريبا خواص ليها علاقة بالماسورة. فأول حاجة أنا محتاج أحسب الكي، فلو خدنا بالنا يعني هنلاقي إن أول خانة في الجدول أنا عايز أعرف الإف بتاعت كل ماسورة جوه اللوب. تاني أنا بحل كل لوب لوحدها كأنها مسألة لوحدها. طيب بعد كده عايز أعرف طول كل ماسورة بكام عشان أحسب الكي برضو. بعد كده عايز أعرف الدايمتر، لو عرفت التلات معلومات دول أقدر أجيب الكي لكل بايب، فأنا كده معايا أول حاجة الكي اللي في المعادلة دي، وبرضو عندي في المقام في كي. طيب الكلام ده على ان في summation modulus. يعني ايه modulus؟ modulus دي يعني هو بيغير القيمة اللي جواه، لو كانت negative بيخليها positive. طيب في modulus كي في الكيو باور ان ماينس 1. طيب الان دي بقى لو انا بستخدم دارسي equation فباخد الان بتاعتي باتنين، فبيبقى عندي ماينس summation كي في كيو سكوير على 2 في summation كي في الكيو، او مودولس الكي في الكيو. لو انا بستخدم حاجه اسمها هازن ويليامز ايكويشن باخد الان ب 1.85، على حسب الدكتور في المساله هيقول لنا استخدمه انهي طريقه، بس غالبا غالبا يعني الدكتور هيطلب مننا الدارسي ميثود. طبعا هو في المحاضره هيوضح الكلام ده اكيد. طيب بعد كده بعد الخانه بتاعت الكي انا هبدا ان انا اكتب الكيوهات. طب هبدا اكتب الكيوهات على اساس ايه؟ على اساس الفرض اللي الدكتور مديهولي. يعني مثلا في لوب 1 هنا لو انا عايز اكتب الكيو اي بي فالكيو اي بي ب 0.4، لو عايز اكتب الكيو بي اي فالكيو بي اي ب 0.05. طب يا باشمهندس مش المفروض تبقى دي بالنيجاتيف؟ لا، النيجاتيف مش بيتحدد على اساس التسميه بتاعت البايب، لا بيتحدد على اساس شكل اللوب نفسها، وهنعرف ده دلوقتي. طيب الساين بقى، لو انا عايز اكتب الساين بتاعتي، طيب لو مسكنا اول لوب هنا فاحنا هناخد بالنا ان لوب لفه في اتجاه عقارب الساعه. فمثلا هبص على بايب اي بي فلاقي ان اللوب بتاعتي لفه بالطريقه دي في اتجاه الكيو اللي ماشيه من A لبي، فمعنى كده ان الساين بتاعتي بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ لان اتجاه اللفه بتاعت اللوب في نفس اتجاه الكيو بتاعتي. طيب تعالوا نبص كده للبايب بي اي، هنلاقي في البايب بي اي اتجاه اللوب بتاعتي عكس اتجاه الكيو اللي ماشيه، فمعنى كده ان الساين هنا بالنيجاتيف. طيب لو عايزين نبص على البايب اي دي، اتجاه لفه اللوب عكس اتجاه الكيو هنا، فمعنى كده ان اللوب 1 دي او انا اسف الساين بتاعت اي دي هتبقى برضو بالنيجاتيف، وهكذا. طيب بعد كده نحسب حاجه اسمها الساين في الكي كيو سكوير، لان الساين بس بتاثر لي على البسط، لان احنا عارفين ان المقام فيه مودولس، فالمودولس بيغير لي اي قيمه جواه البوزيتيف، فانا مش محتاج اصلا الساين جواها.
يبقى احنا بنحسب الساين في الكي كيو سكوير لكل بايب منهم، وبعد كده بنحسب حاجه اسمها 2 في مودلس الكي في الكيو. طبعا لو احنا مستخدمين الدارسي ايكويشن يبقى احنا كده عندنا ده عباره عن البسط وده المقام. بنبدا ناخد السمنشن للكلام ده، يعني سمنشن الكي في الكيو سكوير وسمنشن الاثنين في المودلس كي في كيو، ونبدا نحسب دلتا كيو في لوب 1. هنحسبها ازاي؟ هناخد الرقم ده كده في البسط هنا والرقم ده في المقام، ونبدأ ان احنا نقسمهم على بعض، بس ما ننساش النيجاتيف اللي هو اكتر حاجة بتتنسي في الامتحانات، فنحسب الدلتا كيو 1. طيب تعالوا بقى نمشي بنفس الخطوات دي في المسألة. طيب فاول حاجة هنمسك لوب 1 مثلا، احنا اتفقنا خلاص ان لوب 1 عندنا البايب اي بي، هنمسك اول حاجة الاف. الاف عندنا هل جيفن في المسألة؟ المسألة جيفن عندنا ان كل الاف ببوينت 0.32، يبقى احنا الاف عندنا موجودة او جيفن في كل البايبس زي بعض. طيب اللينثز بتاعة البايبس والدايمتر هل جيفن؟ هو مديني جدول في كل اللينثز، كل الاطوال بتاعة المواسير وكل الاقطار بتاعتها. طيب جميل قوي. طيب اقدر احسب الكي؟ احسب الكي ازاي؟ احنا قلنا ان الكي بتساوي 8 اف ال على باي سكوير جي دي بار 5، فنقدر ان انا احسب الكي لكل ماسوره من دول. طيب بعد كده الكيو هجيبها منين؟ الدكتور اساسا فرض لي الكيو. يعني ايه؟ يعني مثلا بايب اي بي هو فرض الكيو ببوينت 4، فخلاص انا هكتب دي بوينت 4. طيب بايب بي اي فرضها ببوينت 05 وهكذا، يبقى انا اقدر اكتب الكيو اللي ماشيه في كل بايب من دول. طيب الساين زي ما اتفقنا، هبص على اتجاه اللفه بتاعت اللوب واتجاه الكيو. لو اتجاه لفه اللوب ماشيه مع نفس اتجاه الكيو فهاخد الساين بالبوزيتيف، لو عكسها هاخده بالنيجاتيف. فمثلا لو احنا مسكنا بايب اي دي فنلاقي ان اتجاه الفلو نفسه من دي لايه، واتجاه حركه اللوب نفسها برضو من دي لايه، فمعنى كده ان اتجاه لفه اللوب ماشي مع اتجاه الفلو في الماسوره، فالساين بتاعتي بالبوزيتيف. بعد كده هحسب بقى الساين زي ما قلنا في الكي كيو سكوير، يعني هاخد الرقم ده في الرقم ده سكوير واحط جنبه الساين، الرقم ده في الرقم ده سكوير واحط جنبه الساين، فاحسب الساين في الكي كيو سكوير عند كل بايب منهم. بعد كده احسب حاجه اسمها الاثنين في المودولس كي في الكيو، همسك الكي في الكيو اضربهم في بعض وبعد كده اضربهم في اثنين من غير اي اشاره، واحسب السميشن بتاع الكولوم ده والسميشن بتاع الكولوم ده، والدلتا كيو 1 هتساوي ايه؟ هتساوي السميشن ده على ده، يعني هتساوي الرقم اللي هو 9.42 ده على ال 129.03، فيطلع لي الرقم الجميل ده. فمعنى كده ان انا عندي ايرور بقيمه ماينس 0.073 في لوب 1. طيب تعالوا كده نمسك لوب 2 ونعمل نفس الكلام فيها. طيب لوب 2 هي عباره عن ايه؟ عباره عن بايب بي سي وسي اي واي بي، صح كده؟ طيب فهنمسك واحده واحده. اول حاجه الاف قلنا عندنا اللينث از جيفن، الدايمتر جيفن، اقدر احسب الكي اللي هي 8 اف ال على باي سكوير جي دي بار 5. طب الكيوهات هجيبها منين؟ هي اصلا جيفن الكيو في البي سي ب.2 والكيو في اي سي ب.05 والكيو في اي بي ب.05، فالكيوهات عندي كلها جيفن. طيب بالنسبه لموضوع الساين تاني، انا عندي اللوب دي بتلف مع عقارب الساعه، فهي ماشيه في اتجاه البي سي، فالبي سي عندي فيها الاشاره بالبوزيتيف. طيب هي ماشيه في عكس اتجاه الاي سي، فالاي سي بالنيجاتيف، وماشيه مع اتجاه الاي بي، فالاي بي عندي بالبوزيتيف، فاقدر ان انا احسب الساين في الكي كيو سكوير اللي هي عباره عن ايه؟ همسك الرقم ده اضربه في ده سكوير واحط جنبهم الساين، واقدر ان انا احسب برضو الكلام هنا، همسك الكي في الكيو سكوير واحط جنبهم الساين، واجمع الكلام ده اجيب سميشن الكي في الكيو سكوير مع الساين. طيب وبعد كده همسك الكي في الكيو هضربهم في بعض وهضرب الكلام ده في اتنين لكل بايب منهم، وبعدين هجمع الكلام ده في الاخر واقدر اجيب الدلتا كيو 2 اللي هو الايرور الموجودة عندي في بايب او في لوب 2. ناخد بالنا يا شباب تكر قوي ان الدلتا كيو دي بتساوي نيجاتيف 5.019 على 168، نفس الكلام هنا بالظبط، ونفس الكلام هنا بالظبط. يعني هنلاقي هنا الدلتا كيو 1 بيساوي نيجاتيف ال 9.42 على 129، لان القانون نفسه اصلا في النيجاتيف دي. طيب فهنعمل نفس الكلام برضك في لوب 3 زي ما قلنا بالظبط، وبعد كده بقى هنروح راسمين كده رسمه للايرورز اللي موجوده في كل لوب.
فمثلا في لوب رقم واحد كان عندنا دلتا كيو بنيجاتيف 0.073، في دلتا كيو 2 كان عندنا الايرور ب 0.029، في لوب 3 كان عندنا الايرور ب 0.0078. طيب عايزين بقى نبدأ ان احنا نصلح الكيوهات اللي موجودة في المواسير، فخلونا مثلا نمسك الكيو اللي هي 0.4 اللي ماشية في البايب دي ايه. طيب اول حاجة هنشوف هل اللوب ماشية مع الماسورة دي ولا لا، هنلاقي ان هي ماشية معاها، فمعنى كده ان الكيو الجديدة اللي هنا هتبقى بتساوي ال 0.4 نيجاتيف 0.073. طب ليه نيجاتيف؟ مع انها ماشيه معاها لان قيمه الايرور نفسها نيجاتيف، هي ماشيه معاها كل حاجه بس هي قيمتها نفسها نيجاتيف، فيطلع في الاخر ان الكيو اللي ماشيه في البايب دي اي ب 0.4 ناقص الرقم ده. طيب تعالوا نمسك بايب مشتركه ما بين تو لوبس، يعني مثلا بايب اي بي. طيب فبايب اي بي مشتركه ما بين لوب 1 ولوب 2. طيب فلو انا عايز اعرف القيمه بتاعت اي بي الجديده بكام، اول حاجه هشوف من لوب 1 هي اللوب نفسها بتلف عكسها ولا معاها، هلاقي ان هي بتلف عكسها، فمعنى كده ان انا هقول 0.05 نيجاتيف نيجاتيف 0.07306، يبقى 0.05 بلس 0.07306. طيب الكلام ده لازم ان انا ازود عليه، يبقى هروح اقول 0.05 بلس 0.073، يبقى كده ده كده من لوب 1، بس لازم برضو اخد معايا تأثير لوب 2. ليه؟ لان البايب دي مشتركة ما بين التو لوبس، فلو خدت بالي هلاقي ان لوب 2 البايب دي او اللوب نفسها بتلف مع اتجاه الكيو اللي ماشية في البايب، فمعنى كده ان انا هقول ان تصليح الايرور من لوب 2 ال 0.05 ناقص 0.02976. ليه ناقص؟ لان الايرور نفسه بالنيجاتيف، فاقول الكلام ده ماينس 0.02976، فهقدر من المعادله دي كده ان انا اعرف الكيو الجديده اللي ماشيه في البايب اي بي، وهكذا بقى في كل البايبس. طيب بعد بقى ما انا خلصت الكلام ده كله هبدا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اعمل السكند ترايل. طب السكند ترايل هعمل فيها ايه؟ هبدا ان انا برضو امسك لوب 1 دي واعمل لها جدول، واقول والله البايب اي بي ما بقاش ماشي فيها 0.04 او 0.4، لا بقى ماشي فيها 0.325، واشوف هل اتجاه الكيو اتعكس ولا لا. فلو اتجاه الكيو بقى كده او اتعكس يعني، فمعنى كده ان اتجاه الساين نفسه هيتعكس، وابدا احل بنفس الطريقه بالظبط او بنفس السيكونس بالظبط لحد ما اوصل للحل النهائي. طيب ناخد بالنا بس من حاجه صغيره، ان تقريبا دكتور مراد في المحاضره قال لكم ان المطلوب منكم باي ديفولت تو ترايلز، بس نخلي بالنا قوي لان ممكن في الامتحان الدكتور يطلب، وفي مساله في الشيت بتقول كده، ان هو يقول لك اعمل 1 ترايل بس، فانت ممكن في الامتحان تضيع وقت انك تعمل ترايل تانية، والوقت ده يبقى محسوب ان هو من مساله تانية اصلا. طيب احنا كده خلصنا مسألة رقم 3، وتقريبا يعني معظم الشيت بيتكلم على نفس البروسيدور ده او نفس طريقة المسائل دي، ما عدا بس مسألة واحدة اللي هي مسألة رقم 4، فهنبدأ إن احنا نفكر في حلها مع بعض. فمسألة رقم 4 هو كان مدينا شبكة، الشبكة دي متكونة من تو لوبس، في لوب A سي بي واللوب A سي دي، وكان بيقول لنا إن عند نقطة A أنا كان بيخش عندي Q1 أو ده المنطقة اللي بيخش منها الكيو، والكيو دي بتطلع لي من نقطة B ونقطة D، يعني نقطة B بيتسحب من عندها مية ونقطة D، لكن نقطة C لأ. طيب كان بيقول لي إن أنا عايز للسيستم ده تحسب لي ال Q1 وال Q2 وال Q3، يعني عايز يحسب الكيوهات اللي من بره دي، مش عايز يحسب الكيوهات اللي جوه المسألة زي المسائل اللي فاتت، وعايز يعرف ال pressure أو الضغط عند C بكام. طيب رقم B كان بيقول لي أو مطلوب بيه، بيقول لي عايز أعرف ال Q2 بكام وال pressure عند C برضه بكام لو ال Q3 كانت بزيرو، يبقى ده كده مطلوب تاني خالص. طيب اسيوم في البوث كيسز ان انا عندي البريشر عند A ب 280 كيلو نيوتن بير متر سكوير، يعني انا عندي البريشر عند A في الحالتين، والتشارج ات B اند D او از 2 اتموسفيريك،
وهنا في المسألة دي قصده يعني إن البريشر عند نقطة بي ودي هو الأتموسفيريك بريشر أو الديستشارج يعني طالع للأتموسفيريك بريشر، يعني أنا عندي البريشر عند بي وعند دي بزيرو. طيب مديني الدايمتر بتاع all pipes ب 0.3 متر ما عدا بايب اي دي الدايمتر بتاعها ب 0.4 متر، ومديني الاف لكل البايبس ب 0.01. طيب برضك مديني اطوال البايبس دي كلها. طيب كبقى تفكير ما اجي افكر في المساله دي، اولا الدكتور ما اجبرنيش ان انا استخدم الهارد كروس ميثود. طيب لو انا فكرت استخدم الهارد كروس ميثود فانا هعمل ايه؟ اول حاجه هبدا ان انا اختار اللوبس بتاعتي، خلاص دي سهله. تاني حاجه هبدا ان انا اجمع او ابدا ان انا اقسم الكيو 1 دي في الثري بايبس دي، فهقول مثلا ان البايب اي بي هيمشي فيها نص الكيو 1، والبايب اي سي هيمشي فيها ربع الكيو 1 مثلا، والاي دي الربع الكيو 1. فهخش ان انا عندي المساله كلها برموز، بلس ان انا لما اجي اخد سميشن الكيو عند النقطه دي فهيبقى عندي علاقه ما بين كيو 2 وكيو 1، فهخش هلاقي ان الجدول ده عندي كله عبارة عن رموز. لو خدنا بالنا هنلاقي ان احنا في المسائل دي كان سهل علينا نحل بطريقة هارد كروس، لان اساسا كان جيفن عندنا الكيوات اللي داخلة والكيوات اللي خارجة، وكان صعب نحل بطريقة تانية لان احنا مش عندنا البريشرز عند النقط دي، عكس المسألة دي. المسألة دي احنا عندنا فعلا البريشرز، فاحنا نقدر نستخدم قوانين تانية نحل بيها المسألة دي. طيب ايه القوانين اللي عندنا اصلا في المنهج؟ زي ما اتفقنا في اول الفيديو هو ال continuity equation وبرنولي equation والمومنتوم. المومنتوم كده كده مش هنستخدمه لان احنا مش عايزين نحسب اي forces. ال continuity equation هنستخدمها ان احنا نجيب علاقات ما بين الكيوهات، زي مثلا ان ال QAC بتساوي ال QCB زائد ال QCD. طيب ليه أصلا اتجاهات الفلو CB و CD؟ عشان أنا عارف إن أنا اتجاه الفلو عندي كله من الشمال أو من الشمال لليمين. ليه؟ لأن أنا عندي مصدر المية بس طالع من بايب A. طب وتاني حاجة ممكن نستخدمها هو قانون برنولي. طيب فاحنا ممكن نطبق هنا برنولي ما بين نقطة A ونقطة A. مش ممكن نقول ان احنا عندنا الهيد او الطاقة عند نقطة A ماينس شوية اللوسز اللي هتحصل في الخط AB هي الطاقة عند نقطة B. فاحنا ممكن نقول ايه؟ ان البريشر عند A على جامه زائد ال ZA زائد ال VA سكوير على 2G ناقص شوية اللوسز اللي هتحصل في الخط AB بيساوي ال BB على جامع زائد ال ZB زائد ال VB سكوير على 2G. طيب خلينا في السؤال ده نقسيوم يعني ان نقطة A ونقطة B هي عبارة عن خزانين، فتقريبا يعني السرعات عندهم بزيرو، فهنهمل الترم بتاع السرعات ده. طيب هيتبقى لنا ترم الزدات او الاليفيجن. هو مش قايل في المساله اي حاجه عن الاليفيجنز، فاحنا برضو هنعتبر ان فرق الاليفيجنز بزيرو وان شكل النتورك ده هو افقي في البلان. طيب فمعنى كده ان احنا عندنا في المعادله هتصفصف في الاخر ان البي اي على جاما ماينس اللوسز اللي في الخط اي بي بيساوي البي بي على جاما. يعني معنى الكلام ده ان انا عندي ده كده بزيرو وده بزيرو وده بزيرو وده بزيرو. طيب هل عندنا ال بي اي اصلا؟ اه، هو جيفن البريشر عند ايه ب 280 كيلو نيوتن بر متر سكوير. وهل عندنا ال بي بي؟ اه، جيفن بكام؟ باتموسفيريك بريشر يعني بزيرو. فاحنا نقدر من الكلام ده ان احنا نحسب ال اتش لوسز اللي في الخط اي بي. طيب هنستفاد ايه بقى ما نعرف ال اتش لوسز اللي في الخط اي بي؟ هنستفاد ان احنا ال اتش اف احنا عارفين ان هي بتساوي ايه، بتساوي 8 في الاف في ال كيو اي بي سكوير على باي سكوير في الجي دي بار 5. انا الاف بتاعت كل المواسير عارف ان هي بتساوي 0.01، والكيو انا عارف، لا انا مش عارف بكام، انا عارف ان اللينث بتاع الماسوره اي بي ب 200، والكيو دي اللي انا مش عارفها على باي سكوير في الجي عارفها. في الدايمتر انا عارف ان كل الدايمترز بتاعت البايبس ب 0.3 متر ما عدا الدايمتر بتاع البايب اي دي، فنقدر من الكلام ده احسب كيو اي بي. بنفس الطريقه بالظبط لو طبقنا برنولي ما بين اي ودي هنقدر ان احنا نحسب برضو الكيو اي دي. يبقى احنا كده قدرنا نحسب الكيو اي بي والكيو اي دي.
طيب ده ايه علاقته اصلا بQ1 وQ2 وQ3؟ ما انا اصلا عشان احسب Q1 فانا محتاج ان انا اجمع QAB زائد QAC زائد QAD، فانا كده جبت 2 منهم وناقصني التالتة. طب عشان اجيب Q2 انا محتاج اجمع QCB زائد QAB. طيب عشان اجيب Q3 محتاج ان انا اجمع QCD وQAD. طيب فاحنا كده محتاجين ان احنا نعرف الكيوهات اللي ماشية في الخطوط AC و CB و CD، فاحنا محتاجين نشوف شوية علاقات ما بينهم. طيب فخلينا بقى نستخدم الكونسبتس بتاعت البارلل والسيريس بايبس. طيب مش احنا ممكن في المسألة دي نقول ان بايب CB والبايب CD ان بارلل؟ لا ازاي يا باشمهندس الكلام ده؟ مينفعش. طب ليه؟ لان البايب دي بادئه من سي وبتنتهي عند بي، والبايب دي بادئه من سي وبتنتهي عند دي، فده معناها ان هما مش بيبداوا عند نفس النقطه وينتهوا عند نفس النقطه. اه الكلام ده صح، بس خلي بالك من حاجه، ان هما الاتنين بيبداوا من الطاقه او الهيد اللي عند سي وبينتهوا الاتنين عند طاقه بزيرو، لان انا عارف ان التوتال انرجي هنا بزيرو والتوتال انرجي هنا بزيرو، فمعنى كده انا ممكن اعتبر ان نقطه بي هي نقطه دي. ليه؟ لان البريشر عند بي معرض للاتموسفيرك والبريشر عند دي معرض للاتموسفيرك، فنقدر اقول يعني ان نقطه سي دي او الخط سي دي بارلل مع سي بي. طيب لو انا قلت ان سي بي بارلل مع سي دي هستفاد ايه؟ هستفاد ان اللوسز اللي هتحصل في الخط سي بي بتساوي اللوسز اللي هتحصل في الخط سي دي. ايوه هستفاد ايه برضو؟ ان انا اقدر اجيب معادلة ما بين السي بي والسي دي. ازاي الكلام ده؟ ما انا اقول خلاص ان انا عندي السي بي بيوازي السي دي، فمعنى كده ان اللوسز واحده، ف8 اف ال كيو سي بي سكوير على باي سكوير جي دي باور 5 بيساوي نفس الكلام الناحيه الثانيه. لو احنا خدنا بالنا من الاول خالص يعني هنلاقي ان الخط سي بي والخط سي دي ليهم نفس الاف الفريكشن فاكتور، وليهم نفس اللينث يعني اللينثين قد بعض، وليهم نفس الدايمتر 0.3. فاحنا اصلا من قبل ما نكتب المعادله دي احنا متوقعين ان الكيو سي بي هتساوي الكيو سي دي بالظبط. طيب احنا برضو عارفين معلومه ان الكيو اي سي بتساوي سي بي زائد سي دي، فمن المعلومه التانيه دي احنا عارفين ان ده بيساوي ده كده، ان السي دي بيساوي سي بي واي سي بيساوي مجموعهم، فمن المعلومتين دول نقدر نقول ايه؟ ان الكيو سي بي بتساوي نص الكيو اي سي والكيو سي دي بيساوي نصها، كأن اللي ماشي في البايب اي سي هيتقسم نصين، نص هيروح في سي بي ونص هيروح في سي دي. يبقى احنا كده قدرنا نجيب علاقات ما بين الكيو اللي ماشيه في اي سي وسي بي وسي دي، ناقص بس ان احنا ندخل في المعادله دي حاجه ليها علاقه بالخط اي بي اللي انا عارف اصلا الكيو بتاعته بكام او اي دي مثلا. طيب فاحنا ممكن برضو ان احنا نستخدم نفس الخاصية بتاعت البارلل بايبس، ان احنا نقول ان الخط ACB بيوازي الخط ACD. طب ازاي يا باشمهندس؟ ما احنا قلنا برضو ان الطاقة عند نقطة A ب 280 كيلو نيوتن بالمتر سكوير لو اهملنا الفيلوستي هيد واهملنا الزد. طيب والطاقة عند دي بزيرو وعند بي بزيرو، فكده هما بيبدأوا من نفس النقطة وبينتهوا عند نفس النقطة. خلينا بس نرسم شكلهم عامل ازاي. ده كده الخط A C B، ده الخط الاولاني، وده الخط A C D. طيب هطلع من المعادلة دي بإيه؟ هطلع من العلاقة دي بإيه؟ ان اللوسز اللي هتحصل او اللوسز من في الخط A C B هي نفس اللوسز اللي في ال A C D. طيب فهطلع بالمعادلة ازاي؟ ان ال HF عند ACB هي نفس ال HF عند ACD، هي برضو نفس اللوسز اللي هتحصل من في AB. طب ازاي الكلام ده؟ مش برضو الخط AB بيبدأ عند نقطة A وبينتهي عند B، فهو برضو هيحصل فيه نفس اللوسز اللي في ACB و ACD، صح كده ولا ايه؟ فهطلع من الكلام ده بمعادلة يعني ان اللوسز في الخط AC زائد اللوسز في الخط CB بيساوي اللوسز في الخط AB. طيب ف8 في الاف في ال كيو اي سي سكوير على باي سكوير جي دي باور 5 زائد
8 اف ال كيو سي بي سكوير على باي سكوير جي دي بار 5 بيساوي، انا عارف ان خلاص اللوسز اللي هيحصل في البايب دي يعني بيساوي الايه البي على جاما، لان احنا كنا طلعنا هنا ان اللوسز هي البي على جاما، او ممكن نحسبها برضو 8 اف ال في كيو اي بي سكوير على باي سكوير جي دي باور 5. طيب هنقدر من المعادلة دي نطلع علاقة ما بين كيو اي سي وكيو سي بي؟ لا، او احنا اصلا عندنا علاقة ما بين كيو اي سي وكيو سي بي، مش احنا طلعنا علاقة ان الكيو اللي ماشية في سي بي بتساوي نص اي سي، وكده عندنا معادلة تانية ما بين اي سي وسي بي. يعني عندنا اول معادلة، واحنا قلنا عايزين نكتب شكل معادلات، فدي كده معادلة رقم واحد بتربط لي ما بين سي بي و اي سي، ودي كده معادلة رقم اتنين. يعني انا عارف من هنا ان السي بي بيساوي نص الاي سي، وعارف من هنا ان في علاقة ما بين الاي سي وما بين السي بي، فاقدر اطلع من الكلام ده بعلاقة بقى او بمعادلة واحدة فيها السي بي بس كمجهول، فاقدر اجيب الكيو سي بي. ادام قدرت اجيب الكيو سي بي هروح ضاربها في اتنين اجيب الكيو اي سي، فطلع عندي الكيو سي بي والكيو سي دي ب.11 متر كيوب بير سكند، والكيو اي سي طلعت بضعفهم ب.22 متر كيوب بير سكند. ادام انا عرفت خلاص الكيوهات اللي ماشية في كل البايبس، فاقدر اقول يعني ان الكيو 1 بتساوي كيو اي بي زائد كيو اي سي زائد كيو اي دي اللي انا اصلا حسبتهم. طيب والكيو 2 نفس الكلام، اقدر اقول ان الكيو 2 بتساوي الكيو سي بي زائد الكيو اي بي، واقدر اقول برضو ان الكيو 3 بتساوي الكيو اي دي زائد الكيو سي دي. طيب لو عايز اجيب بقى اخر حاجة خالص او اخر مطلوب اللي هو الهيد عند نقطة سي، اجيب ازاي؟ انا اقدر اقول ان الهيد عند نقطة سي بيساوي، او الهيد عند نقطة سي بيساوي الهيد عند اي ناقص شوية الفواقد اللي في الخط اي سي. يبقى الهيد عند سي بيساوي الهيد عند اي اللي هو بكام؟ اللي هو ب 280 في 1000 على 9810 اللي هو البي على الجاما ناقص شوية اللوزز اللي في الخط اي سي. انا خلاص بقى عندي الكيو اللي ماشية في الخط اي سي، فاقدر ان انا اعوض واعرف اللوزز بتاعتي بكام، فطلع عندي ال اتش سي ب 27.88، طبعا اقل من التوتال انرجي اللي عند ايه، انا اسف، التوتال انرجي عند سي طلعت ب 27.88، اقل اكيد من التوتال انرجي عند ايه. طيب نبدأ بقى في الكيس التانية اللي هي كيس بي. كان في كيس بي قال لي ان انا التغير عندي عن كيس ايه ان الكيو 3 اللي طالعه من نود دي بتساوي 0، فمعنى كده ان انا ما فيش كيو عندي طالعه من نقطه دي. طيب في حركة اتعملت مهمة جدا او جميلة جدا، يعني ان احنا ممكن في اول المسألة خالص نعملها ان احنا لكل بايب نحسب الكي بتاعتها بكام، بدل ما كل مرة نروح معوضين ب 8 اف ال كيو، لا احنا كل بايب هنقول ان الكي بتساوي ال 8 اف ال على باي سكوير جي دي باور 5، فنعرف الكي بتاعت كل بايب بكام. طيب عايزين نبدأ بقى ان احنا نجيب ايه، هو طالب كيو 2 بس مش طالب كيو 1، هو طالب كيو 2 بكام وطالب الهيد عند سي. طيب فتعالوا نفكر كده، هل نقدر نجيب الكيو اي بي زي المسألة اللي فاتت او زي المطلوب الاولاني؟ اه طبعا، انا عارف ان الهيد هنا عند نقطة ايه ببي على جاما، ومعايا البريشر، وعارف ان البريشر هنا بزيرو، فاقدر ان انا اطبق برنولي تاني ما بين A و B، اقدر ان انا اجيب ال Q A B. طيب احنا هدفنا في المسألة ان احنا نحسب ال Q 2. طيب ال Q 2 بتساوي ايه من شكل الشبكة؟ بتساوي ال C B زائد ال A B. طيب احنا خلاص حسبنا الاي بي، ناقص بس نحسب السي بي، فهنبدأ برضو نجرب العلاقات بتاعة البارل البايبس لحد ما نوصل لعلاقة نجيب بيها السي بي. طيب فأول علاقة مثلا ان انا عندي اللوسز اللي في الخط اي سي بي هي هي نفسها اللي في الاي بي اللي اتكلمنا عنها في المطلوب الاولاني،
طيب فهنطلع منها بإيه؟ إن ال كي اي سي في ال كيو اي سي سكوير زائد ال كي سي بي في ال كيو سي بي سكوير بيساوي ال كي اي بي في ال كيو اي بي سكوير. يعني هنقول إن ال كي اي سي في ال كيو اي سي سكوير اللوسز في ال اي سي زائد اللوسز في ال سي بي بيساوي اللوسز في الخط اي بي. طيب أنا عندي ال كي هات كلها وعندي ال كيو اي بي سكوير، فمعنى كده ان انا عندي علاقة ما بين الـ QCB والـ QAC. فلو انا جبت معادلة تانية فيها الاتنين دول اقدر اعرف قيمة كل واحدة منهم واقدر ان انا اجيب الـ Q2. طيب نشوف ايه العلاقات التانية اللي فيها parallel pipes غير العلاقة دي. فلو بصينا كده هنلاقي ان احنا عندنا في علاقة ما بين الخط ADC والخط AC. طبعا هنا المفروض يعني ان ADC هو عبارة عن بايب واحدة، لان انا مش بسحب هنا مية خالص، فهي تعتبر كأنها بايب واحدة، كأنها حاجة واحدة يعني، بس عشان فيها كسرة فاحنا مسميين ان في نود اسمها D. فاحنا عندنا ال ADC وال AC عندنا بيبدأوا من نفس النقطة وبينتهوا عند نفس النقطة، فاقدر اقول ان هما في parallel connection. طيب هستفاد ايه من العلاقة دي؟ ان ال KAD في ال QAD square زائد ال KDC في ال QDC square اللي هي نفس ال Q، ما ال QAD هي نفسها ال QDC، لان انا مفيش حاجة عندي هنا بتتسحب خالص، نفس ال Q اللي بتمشي هنا هي اللي بتمشي هنا بالظبط، بيساوي ال KAC في ال QAC square. يبقى احنا طلعنا بالمعادلة دي، واحنا في المعادلة دي يعني متأكدين او عارفين ان ال QAD المية اللي ماشية في AD هي اللي ماشية في ال CD. فنقدر ان احنا نطلع بعلاقة ما بين ال Q اللي ماشية في ال AD وال Q اللي ماشية في ال AC. طيب ايه العلاقات التانية اللي احنا ممكن نستفاد منها؟ طيب بما اننا ربطنا ما بين ال QAD وال QAC، فلو قدرنا نربط ما بين ال QAD وال QBC هنقدر نجيب علاقة ما بين ال QAC وال QCB اللي احنا عايزينها اصلا. طيب عايزين نربط بقى ما بين ال QAD دي وال QCB، فمش احنا ممكن نقول ان ال QAD زائد ال QAC بيساوي ال QCB، كأني بجيب عند نقطة دي يعني summation ال Q اللي داخلة بيساوي summation ال Q اللي خارجة، وكده كده ال AD هي ال CD. فنقدر اقول ان ال QCB بتساوي AD زائد AC، تمام كده؟ طيب فنقدر اطلع من المعادلتين دول، انا المعادلة الاولانية علاقة ما بين AD و AC، والتانية علاقة ما بين AD و AC و CB. فاقدر اطلع من الاثنين بعلاقه ان انا اشيل ال كيو اي دي دي واعوض عنها ب 0.978 ال كيو اي سي في المعادله دي، فاقدر ان انا اطلع بعلاقه يعني ان ال كيو في البايب سي بي بتساوي 1.978 ال كيو اي سي. فانا كده خلاص وصلت للعلاقه اصلا اللي انا عايزها من اول المساله خالص. يبقى انا اقدر عند اول ايكويشن دي، ان انا الايكويشن رقم واحد دي، ان انا اشيل ال QCB واحط بدلها 1.978 ال QAC. طيب ففي الاخر هيطلع لي معادله، المعادله دي كلها في ال سي في ال AC، فاقدر اجيب ال QAC. ادام عرفت اجيب ال QAC اقدر ان انا اجيب QCB بالعلاقه ما بين CB و AC. بس بما ان معايا كيو سي بي خلاص اقدر اقول خلاص بقى ان الكيو 2 دي بتساوي الكيو سي بي زائد الكيو اي بي. وبعد كده اقدر اقول ان اللوسز او الهيد او التوتال هيد عند نقطه سي بيساوي التوتال هيد عند ايه ناقص اللوسز في الخط اي سي، وانا كده كده معايا الكي اي سي ومعايا الكيو اي سي. فاقدر اكتب المعادله ان الهيد لوسز او انا اسف التوتال هيد عند سي بيساوي التوتال هيد عند ايه ماينس اللوسز في الخط اي سي. فاقدر ان انا احسب التوتال هيد عند سي بكام، اللي هو اخر مطلوب كان موجود عندنا في المساله دي. عارف ان المساله دي ممكن شويه تبقى تقيله يعني، بس هي مساله بتتحل بس ببرنولي ايكويشن او البرنولي برنسبل بلس ان احنا بس بنشوف شويه علاقات كونتينيوتي ايكويشن على علاقات البارلل بايبس والسيريس بايبس.
معرفش لسه التسليم بتاع الشيت ده امتى، بس اكيد يعني هيتبلغ لكم على ال LMS. وشكرا يا شباب.